إذا نكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أكد أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي. وفي تصريحات لسموه عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، قال إن الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة. وأوضح سموه بأن الإنفاق سيكون من ثلاثة مصادر أساسية، وهي ميزانية الدولة والتي تصل إلى 978 مليار ريال، إضافة إلى تخصيص 50 مليار من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني، والتي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص. والمصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق الاستثماري من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، حيث يتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى 83 مليار ريال خلال العام المالي القادم. وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام عن أكثر من تريليون ريال سعودي تقريباً في العام 2018.